نادية الجندي بتكراش على تامر حسني، جددت شبابها من تاني وراست في الساحل الشمالي وسط فنانين كتير، وهو كان مهتم بيها جدا ونسي كل اللي في الحفلة علشان يفرحها لدرجة انها كلت الجو من زينة. وهقول لكم ليه، الناس مستغربة ان نادية الجندي اللي عدت 80 سنة لسه بتخرج وتتفسح، شايفة نفسها لسه شباب وبتعمل كل اللي نفسها فيه، يعني عايشة حياتها على الاخر. والاغرب بقى انها ما راحتش مكان جو هادي وقعدت مع نفسها، لا دي راحت الساحل ووسط كل الفنانين وبترقص وتغني وتلهى في الجو من الكل. كمان في الفيديو اللي معايا ده هقول لكم ازاي نادية الجندي رقصت مع تامر حسني واتدلعت عليه، وهتشوفوا كواليس من الحفلة اللي كان مليان نجوم كتير في الساحل الشمالي، وليه نجمة الجماهير كانت الجو من الفنانة زينة. يلا بينا نعرف كل التفاصيل في الفيديو ده. في حفلة كبيرة اتعملت في الساحل الشمالي حضرها نجوم الفن والغناء، وكله استمتع بالصيف والأجواء الجميلة بتاعته بعيدا عن حر القاهرة وجواها الصعب جدا. الحفلة دي كانت نادية الجندي هي النجمة بتاعتها، وحضرها الفنان تامر حسني واللي أغانيه اشتغلت والكل قاعد يرقص عليها، بس نادية الجندي كانت حاجة تانية خالص. نادية الجندي من الفنانات اللي روحهم حلوة وعايشين حياتهم بالطول والعرض، لا بيفرق معاها سن ولا أي حاجة، وكان باين قوي إنها فرحانة مبسوطة. اديتها رقص وحركات من اللي قلبك حبها مع تامر حسني، رقصت معاه بعد ما كانوا قريبين من بعض، كانت بتوشوشه في ودانه ويضحكوا سوا، وكل ما تامر يبدأ يكمل رقص تقرب منه تاني واتكلم، وتامر كان مهتم بيها جدا ونسي كل اللي في الحفلة علشان نجمة الجماهير. نادية الجندي لبست فستان قصير ومن غير كتاف، جسمها كان مكشوف ومش فارق معاها سنها اللي عدى 80، ولأن الجمهور ممكن يستغرب اللي بتعمله، نادية الجندي عملت وصلت رقص وهم مشغلين أغنية يا بنت الإيه، وحواليهم الصحاب والأحباب، وطبعا الناس في الساحل كلها سعيدة ومبسوطة رايحين يغيروا جو ويستمتعوا بأجازتهم. لكن الحفلة دي ما كانش بيحضرها غير المشاهير فقط، علشان كده كانت حديث الناس. اللي اتقال إن نادية الجندي هي اللي عملت الحفلة دي، وهي اللي عزمت كل الفنانين دول علشان يكونوا موجودين معاها في حفل عشاء هي عملته في الساحل، كانوا بيغنوا ويرقصوا ويستمتعوا بوقتهم بعد طبعا شهور من التعب والشغل على مدار السنة. وكل فنان ما بيصدق يجي الصيف علشان يطلع على الساحل ولا اي مدينة ساحلية تانية ولا حتى برا مصر علشان يغير جو، بس السنة دي الساحل واكل الجو والفنانين كلهم تقريبا عاملين اقامة هناك. كواليس الحفلة دي كانت مليانة تفاصيل، يعني نادية الجندي بترقص مع تامر حسني والناس يقولوا دي بتكراش عليه، زينة كانت بتغني وترقص على اغنية يا بنت الايه والناس بيقولوا له ان النظرات بينها وبين تامر حسني كلها حب، بيتمنوا يكونوا مع بعض والفرصة المرة دي على طبق من ده زي ما بيقولوا كده. ده غير ان الفنانين بياخدوا الصور التذكارية مع بعض ومواقف وكواليس كتير كلها انبساط. نادية الجندي قدرت تاكل الجو من زينة فعلا، دي كانت قادرة تخليه يرقص معاها ويهتم بيها لوحدها. ازاي بقى؟ الاغنية اللي كانت شغالة يا بنت الايه بتاعت تامر حسني، وده في فيلم كابتن هيما سنة 2008، واللي كانت بطلة قدامه هي زينة طبعا، علشان الاغنية دي ليها معاها ذكريات، كانت متفاعلة جدا معاها ومستنية تامر حسني يرقص معاها. ورغم ان تامر كان هيعمل كده بس نادية الجندي كالت الجو، كانت بتتكلم مع تامر وتوشوشه وكل ما يحاول يخلع ما يعرفش ونادية تكلمه تاني. كان في فيديو رقص تاني نشرته نادية الجندي على حسابها في انستجرام، وقالت في رسالة لتامر حسني انها سعيدة جدا بمقابلته، وقالت عليه انه فنان متميز واتمنت ليه التوفيق في اعماله اللي جاية. كمان الاعلامية اسماء ابراهيم نشرت صور مع تامر حسني ونادية الجندي، وواضح ان السهرة كانت صباحي. اجازة سعيدة عليكم. تفتكروا كان في نظرات فعلا بين تامر حسني وزينة، وممكن يكون في بينهم ارتباط الفترة الجاية زي ما الجمهور كان بيتوقع؟ اكتبوا لي رأيكم في التعليقات.